الفنان المخرج أستاذ خالد يوسف، والممثل للنقابات الفنية أستاذ خالد. مساء الخير، مساء الخير يا مدام رنا. إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. يعني التركيز الأساسي في الفترة القادمة في الدستور، إيه اللي حضرتك هتبقى يعني معني بيه في مشاركتك في هذه اللجنة؟ يعني هو مبدئيا الدستور ده كان نتاج ثورة ضخمة قام بيها الشعب المصري في 25 يناير وموجتها العافية في 30 يونيو، وبالتالي لابد من الالتزام بشعارات هذه الثورة اللي صاغها العقل الجمعي المصري. يعني لما الشعب المصري كده من غير مناظر من غير مفكر يقول عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية أو استقلال وطني، ما كانش بيهزر، كان بيقول شعارات هو في احتياج ليها. فلما يقول عيش مشترك يبقى لابد أن هذا الدستور يضمن العيش المشترك، لابد أن هو يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، يضمن مش يقول شعار في الدستور، لا، يعني يدي آليات واضحة لكيف تكفل الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق لكل فرد من أبناء هذا الوطن نصيب عادل من ثروة بلاده. لازم ده يبقى موجود في الدستور. لما نتكلم على حرية الوطن والمواطن يبقى احنا لازم نتكلم في الدستور، ولازم الدستور ده ينص صراحة على ضمان الحريات العامة والخاصة بشكل جلي وبشكل منضبط. لما نيجي نتكلم على الاستقلال الوطني أو حرية الوطن لابد أن هذا الدستور يتضمن مسؤولية الدولة في الحفاظ على الاستقلال الوطني وهكذا. أنا بالنسبة لي كفنان أكيد حرية الإبداع وحرية الرأي والتعبير هتبقى أولوية، لكن هل أستطيع أن أنا أغفل أن أنا مواطن مصري والمواطن المصري ده بيحلم بقاله 30-40 سنة بتحقيق العدالة الاجتماعية وبتحقيق العيش المشترك وبتحقيق أهداف الثورة؟ أكيد كل الحاجات دي هتاخد نفس الدرجة من الأولوية ومن الإصرار على إنها تبقى موجود في دستور بيمثل بالنسبة لنا حلم المصريين في دولة مدنية حديثة. أشكرك شكرا جزيلا المخرج الكبير أستاذ خالد يوسف، واللي بيؤكد إنه حرية الرأي والتعبير هتبقى من أو في أولى أولوياته، ولن ينسى أيضا إنه مواطن مصري وتحقيق العدالة الاجتماعية برضو جزء أساسي لا يتجزأ من مطالبه. يعني خلال الفترة القادمة حنشهد بكل تأكيد ردود أفعال مختلفة حول تشكيل لجنة 50.